طبعا كل قاعده كنا كانت تصرف لنا على الحركه، الحركه كانت تصرف لنا لكل اي قناه كنتوا تحطها لكل قاعده راديو. طبعا بهذاك الفتره كانت مونتي كارلو، كانت لندن، كانت يعني الاذاعات هذه، وكان في صوت الثوره الفلسطينيه، يعني اذاعه كنتوا تسمعوها اذاعه الثوره الفلسطينيه. مش كنا نسمعها وبس، كنا نسمعها يعني حتى الجماهير او المنطقه اللي فيها القاعده كانت تطلب منا انه نسمعها، يمكن حكم الفقر المناطق او القرويين ما في عندهم راديات، فلذلك كنا احيانا نجيب مكبرات الصوت بالقاعده ونحطها على سطح القاعده، يعني ما فيش القاعده مش مبنيين يعني طابقين، مبنى واحد اذا كان قريه، فبنحط مكبر صوت وننتظر ساعة بدء العمل بالإذاعة ونسمع كل الناس بالمنطقة. فلا كان في عنا راديات مؤمنين من الحركة، كانوا يعطوا يوزعوا كل قاعدة راديو. الأكثر جانب تعبوي، تعرف طبيعة شعبنا يعني مكافح مناضل حماسي، فلذلك اي اغنيه من اغاني الثوره كانت تشده انه يعني لازم يعمل شيء. فمن هون يعني مش كل من حضر او التحق بحركه فتح بهذاك الفتره في حدا نظمه، يعني اجى لعنده قال له تعال فتح 1 2 3. لا، في ناس اول شيء حماسها دفعها للانتماء لحركه فتح، فيما بعد أثناء وجودها داخل الحركة تم تعبئتها واستمرت فترات طويلة، وفي منهم وما زالها. لذلك يعني وخاصة في يعني بديك المرحلة كانت تيجي موجات كبيرة، فتح غير قادر على تعبئة هذه الموجات، يتم صقلها داخل القاعدة أو المكان اللي يفرز له فيما بعد، يعني بعد تدريبه بعد تهيئته يفرز لموقع أو لمكان يتم تعبئته من فيه.